فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: الصبي الذي لم يبلغ وليس لديه أم، فهل يكون ويسمى يتيما؟ ليه؟ الصبي الذي لم يبلغ وليس له أم، فهل يسمى يتيما؟ ما له دخل الأم، ما له دخل الأم في يتمها. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم. أما لو ماتت أمه ما هو بيتيم، ما دام أبوه موجود وما هو بيتيم. هذا في البهائم، بهائم إذا ماتت أمهاتها يقال لها يتيمة، أما الآدمي لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.